الخير مع حضرتكم في من القاهرة، وبالتأكيد وكالمعتاد متابعات وحوارات واقترابات من تطورات خاصة في الشأن المصري، كل ده بيتواصل مع حضرتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهرة بإذن الله. مساء الخير. مساء الخير يا ريهام، وهنبتدي على طول بمجموعة من أخبار هذا اليوم لأنه الأخبار هي الأبرز النهاردة. أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرار بتولي الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إضافة إلى عمله لحين تعيين وزير للزراعة. هذا القرار على خلفية ما أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق من أن المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس قبل استقالة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح هلال من منصبه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع الوزير المستقيل بعد القبض عليه بواسطة الرقابة الإدارية بشأن عدد من الوقائع والقضايا. القبض على هلال جاء لاتهامه في قضية رشوة الزراعة التي أصدرت النيابة العامة قرارا بحظر النشر فيها، و كانت هيئة الرقابة الإدارية بمعاونة الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض بالفعل كما أسلفنا على وزير الزراعة في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء وتقديمه لاستقالته. قضية فساد وزارة الزراعة تضمنت أخذ مسؤولي الوزارة لرشاوى عينية وطلب عقارات ومقابل تقنين مساحة أرض في وادي النطرون. معنا على الهاتف الاستاذ حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. مساء الخير يا استاذ حافظ. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني اكيد الاخبار النهارده يعني بتحتل موقع الصداره. المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قال ان الحكومه لن تغطي على اي شيء يتعلق بالفساد وبتتبنى منهج لمكافحه الفساد المالي والاداري، وقال انه لا يوجد شخص فوق المساءله او القانون في حال ارتكابه وقائع فساد، بدءا من اصغر مسؤول في وحده قرويه الى اعلى مسؤول، وده اللي شهدناه اليوم. طبعا ده اولا هذا الاجراء الذي تم اليوم ادى اشارة قوية جدا للمجتمع انه الدولة مصرة على محاربة الفساد، ولأول مرة هذا يتم مع وزير وهو في السلطة. نعم. يعني هو تقدم الاستقالة ثم قبض عليه على بعد امتار من مقر رئاسة الوزراء، هذا معناه انه هي اقالة وليست قال. وبالتالي هذه رسالة قوية لمكافحة الفساد بأنه لا أحد فوق القانون، وهذا هو يعني الرسالة المطلوبة، لأنه في الحقيقة كل محاولات محاربة الفساد كانت تبوء بالفشل وتتكسر على صخرة الكبار والشخصيات الكبيرة التي لا يطولها التحقيق. الآن الوضع اختلف، والآن أعتقد أنه الرسالة هنا قوية أن الدولة لا تفرط في حقوقها. بصراحة يعني كثير جدا من اموال الدولة للأسف بقرارات مثل هذه القرارات سهلت الاستيلاء عليها وانتقال ملكياتها من المال العام الى المال الخاص وتربح واسراء بلا سبب. وبالتالي انا اعتقد ان هذه يعني خطوة، لا سيما وانه في مجال الزراعة واستصلاح الاراضي هناك الاف الافدنة التي تم الاستيلاء عليها وهي في الحقيقة تستحق اموال كثيرة. وبالتالي انا اعتقد ان فتح هذا الملف رسالة لطمأنة الشعب المصري بانه الحكومة التي تبني التي تفتتح قناة السويس هي ايضا الحكومة التي تحارب الفساد ولا احد فوق الفساد. يعني دي رسالة ايضا يعني لكل فاسد موجود في البلد انه العصر جديد يعني موجود هذه الايام، انه احنا هنحارب الفساد ولن نتستر على اي مسؤول ايا كان موقعه. ده طبعا القضية دي مهمة جدا في هذه الرسالة، لكن هذا متطلب ايضا مجموعة من الإجراءات بجانب طبعا القبض على المتهمين والتحقيق معاهم. احنا عايزين نعدل في القوانين والتشريعات عشان نفرق ما بين، عشان نسهل للناس ان هم يحصلوا على الخدمات ويحصلوا على حقوقهم، انه الموظف الذي يعمل بجد يتم ضمان سلامته، والموظف الذي يتاجر في السلطة ويسعى الى التربح او الاستيلاء على المال العام او تربيح اخرين، هذا يجب مواجهته بقوة، ولابد أن تكون القوانين رادعة. من جانب تبقى رادعة يعني أيضا لابد أن تعدل بعض القوانين لحماية الموظف الشريف.
طبعا في نفس الوقت عشان اعمل كمان حد سقف اعلى لاي ملف بيتم انجازه، ما تبقاش الفكره انه ايوه احنا كده اخلاء للمسؤوليه انا اعطل الشغل وما وشهوش لانه هيقولوا عليا ان انا بتربح، لا عايزين الشغل يمشي، عايزين المستثمرين يشتغلوا، عايزين الانشطه الاقتصاديه تعمل بسرعه المطلوبه، مش عايزين نعطلها. فعايزين نحدد هذا الشعرة الفاصلة ما بين الموظف الذي يساعد المواطنين ويقدم الخدمات الدولة ويعزز عمل المشروعات وإنشائها وتطويرها، وبين الموظف الذي يسعى أن يتربح من هذه المشروعات وألا يقدم الخدمة إلا بعد أن يحصل على نصيبه من هذه الثروة. نقطة هامة جدا، وبشكرك أستاذ حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. طبعا احنا في الفترة الأخيرة إزاء كشف كثير من قضايا الفساد، الفساد بشكل تراكمي، وده بيتطلب ان يكون في وقفة جادة. واحدة من هذه الوقفات الجادة فكرة ان يكون لا تهاون مع اي من يمثل فساد باي شكل من الاشكال، حتى وان كان مسؤول ولا زمن نتكلم عن حصانات واشياء من هذا القبيل. معنا الاستاذ محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم. مساء الخير استاذ محمود. يعني قراءة حضرتك لهذه القضية، قضية الفساد هذه المرة اللي ارتبط بها اسم وزير الزراعة المستقيل صلاح هلال، يعني ومسألة الرسالة، بعض الرسائل الإيجابية ربما اللي ممكن يتم إرسالها في هذا الشأن فيما يتعلق بعدم التهاون في التعامل مع ملفات الفساد، وأنه لا تهاون مع من يتورط في مثل هذه القضايا. أنا رأيي إن دي أهم رسالة صدرت في عهد الرئيس السيسي لمكافحة الفساد، دي أقوى رسالة وأهم رسالة. دي رسالة بتقول إن لا تسطر على فساد، سواء كان من وزير، سواء كان من غفير، سواء كان من مسؤول في منصبه أو خرج من منصبه. رسالة قوية جدا، أعتقد إن مصر كانت محتاجاها، لأن الناس جميعا يشعرون أن الفساد ما زال ينتشر في ربوع مصر ولا توجد مواجهة حقيقية له. فحينما يتم اليوم إطالة وزير الزراعة ثم القبض عليه وصدور قرار النيابة بحبسه وصدور بيان بالرشاوي الذي عرضت عليه بعيدا إذا كان مدانا أم بريا، فهذا الأمر يحدده القضاء. لكن لازم نقول أن هناك نظام يطهر نفسه بنفسه، يستطيع أن يواجه، لا يتسطر على احد. الفكره القديمه بتاعت ان القضيه تخش الادراج او التحريات تخش الادراج، اعتقد ان هي النهارده بنعلن ان هي فكره مش موجوده. الموقف المضاد للفساد بالتاكيد هو يعني موقف بينطوي على ايجابيات، لكن لو يعني بالتاكيد هو مش نهايه المطاف يا استاذ محمود. يعني ايه الاجراءات المكمله الواجب اتخاذها عشان ممكن في يوم من الايام ليس بالبعيد نقول ان احنا قدرنا ان احنا نقضي على منظومه الفساد المستشري على مدار عقود من الزمن؟ اعتقد ان الاجراءات اللي محتاجين ناخدها ان احنا نراجع كيف تم اختيار هذا الوزير، من الذي اجرى التحريات حول هذا الوزير، لان الوزير لم يكاد يكون اكمل 6 أشهر في الحكومة بالعافية. فلما يصل الى هذه المرحلة من الفساد وهذه الملايين التي نسمع عنها، يبقى اكيد في خلل، فلازم نشوف الخلل ده فين ونعالجه، والا سنفاجأ بكل 6 شهور بوزير اخر. الفساد مش شخص واحد يا استاذ محمود، يعني الفساد اشخاص طبعاً، سواء في قضايا اخرى او حتى في القضيه دي اللي احنا بنعنيها بالتمام، لا يختصر في شخص وزير الزراعه على المستقبل. الفساد ظل لفتره طويله هو المنظومه الوحيده في مصر، يعني الحاجه الوحيده اللي ماشيه بانتظام هو الفساد، الحاجه الوحيده المؤسسيه في مصر كانت الفساد. ظلنا لفتره طويله هذه الايام، والناس الفتره اللي فاتت كانت تفقد الثقه لانها كانت لا تشعر أن هناك يعني ضرب بيد من حديد على هذا الفساد. النهارده الناس استعادت الثقة، وكانت رسالة قوية إلى كل مسؤول وكل فرد في الشعب، هتسرق وهتيجي ناحية مال المصريين، مال المصريين مقدس، أموال المصريين محرمة، واللي هيجي ناحيتها هياخد عقاب. كانت رسالة واضحة ورسالة قوية، لا تستر لا أدراج، مفيش قضايا هتتحط في الدرج، مهما كان المسؤول كبير او صغير هيتحاسب امام القانون. ودي اعتقد ان هي يعني كانت حاله غريبه، ان انت تلاقي حاله من الفرحه والاهتمام من المصريين طوال اليوم، سواء على فيسبوك سواء على تويتر سواء في الشارع، بهذا الامر.
لا هم يعني اكيد ما لهمش علاقه بوزير الزراعه بيحبوه ولا بيكرهوه، لكن اكيد ان هم يشعرون ان في خطوات جاده ضد الفساد، واكيد ان هم ملوا من موضوع تكرار المواقف الفساد او التكرار، ان هم بيشوفوا مشاهد فساد ومش لاقيين من يطيح بهذه المواقف. فالنهارده مجرد ان يحصل كده فده اعتقد ان هو انجاز مهم يحسب للرئيس سيسي، يحسب للاجهزه الرقابيه ان هي قدرت تسيطر على هذه القضيه اللي انا اعتقد ان هي هتفتح مجالات كتير في امور كتير، وستجعل النظام يعيد النظر في كثير من الامور وكثير من المسؤولين. وبالتأكيد المزيد من الملابسات هنتعرف عليها والحقائق المتعلقة بقضية الفساد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم. النهاردة القضاء الإداري أصدر أكثر من حكم يتعلق بالانتخابات البرلمانية، منها بطلان البند الرابع من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت إن شرط تمتع المرشح باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطيه للمخدرات والمسكرات من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن، على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى. كما قضي أيضا بقبول الدعوة القضائية المقامة ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وبطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بها. وأيضا يعني إجراءات أخرى اتخذت من قبل القضاء الإداري نتابعها في هذا التقرير. في ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي أبطل بمقتضاه قرار اللجنة العليا للانتخابات بسريان التقارير الطبية السابق صدورها لمرشح البرلمان، قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس استمرار العمل في لجان انتخابات المحافظات لتلقي التقارير الطبية الحديثة. اللجنة من جانبها وجهت بسرعة الاتصال بطالب الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة لاستكمال المستندات اللازمة للترشح، فضلا عن اختار وزارة الصحة بهذا الامر لعمل مواعيد واجراءات جديدة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة. اللجنة اكدت ايضا انها استطلعت الرأي الفني بشأن التقارير الطبية السابق اجراؤها، وتلقت الرد من وزارة الصحة حينها انه ليس هناك ما يدعو لاعادة اجراء الكشوف الطبية، مشددة على ان اللجنة تلتزم بتنفيذ. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت ببطلان قرار العليا للانتخابات الخاص بالاكتفاء لمن سبق قبول أوراق ترشح لانتخابات مجلس النواب لهذا العام بما قدمه من تقارير طبية تم إجراؤها في شهر فبراير الماضي. في غضون ذلك أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري حيثيات حكمها الخاص ببطلان توزيع قانون الدوائر في الدائرة الأولى والثانية بقنا والدائرة السابعة بالقاهرة، حيث وصفت المحكمة قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية في 16 من يوليو على شكل استدراك متضمنا تعديل قانون تقسيم الدوائر في تلك المناطق، وصفته بالمنعدم نظرا لأن سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية نظرا لعدم وجود مجلس النواب. معنا الدكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري باكاديميه الشرطه. مساء الخير يا دكتور طارق. مساء النور يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ يعني النهارده القضاء اكثر من حكم يتعلق بالانتخابات البرلمانيه، قرار اللجنه العليا للانتخابات منها بطلان البند الرابع فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبيه، وايضا قضي بقبول الدعوه القضائيه المقامه ببطلان قرار رئيس الوزراء باعاده توزيع دوائر قنا، ورفض دعوه تطالب بوقف اجراءات العمليه الانتخابيه لحين الفصل في دستوريه الماده الاولى من قانون مباشره الحقوق السياسيه اللي بتعفي ضباط وافراد القوات المسلحه والشرطه طوال خدمتهم طبعا من حق ابداء الراي في الاستفتاءات او الانتخابات. تعليقك يعني على ما صدر. دعني يا استاذ شادي اقول لسيادتك ان محكمه القضاء الاداري الدائره الاولى على وجه التحديد اليوم اصدرت الاحكام اللي سيادتك عرضتها. الحكم الاول نتحدث عنه وهو ان الكشوف الطبيه والتقارير الطبيه الموجوده للمرشحين الذين تقدموا للترشح لمجلس النواب في فبراير 2015 ثم تم إيقاف
كل الإجراءات بعد إصدار أحكام الدستورية العليا في 1 مارس و 8 مارس. اللجنة العليا للانتخابات الحقيقة في 30 أغسطس دعت الناخبين للاقتراع وقالت أن فتح باب الترشح من 1 ل 12 سبتمبر وأن كل التقارير الطبية التي تم الكشف بناء عليها سيتم تنظيمها، وأصدرت بالفعل القرار رقم 70 والبند الرابع منه أن سريان كل الكشوف الطبية لمن تقدم في فبراير 2015. محكمة القضاء الإداري الحقيقة قضت ببطلان هذا، وضعت النقاط على الحروف وأصدرت حكما أنا أؤيده بنسبة لأن قالت بطلان سريان هذه التقارير الطبية التي تم الكشف بشأنها في فبراير 2015، لأن ذلك يخالف قانون مجلس النواب في المادة الثانية، ويخالف أيضا يا أستاذ شادي حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر في 20 يناير 2015 والذي بمقتضاه تم عمل الكشف الطبي لأول مرة للمرشحين لمجلس النواب. ليه؟ لأن دائما أبدا هذا الشرط متغير، يعني أنت صحيح شرط وهذا ما قاله القضاء الإداري وده فبراير، فأكيد ممكن لا قدر الله يحصل اختلال في القوة العقلية أو الجسدية أو المخدرات أو المسكرات أو ما إلى ذلك. طيب. الأمر الثاني أن القرار بقانون الذي صدر من السيد رئيس الجمهورية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية أو إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالانتخاب الفردي بعد ما صدر بفترة حوالي أسبوعين السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أصدر قرار وزاري بتعديل بعض مكونات دائرة في دوائر محافظة قنا ضفت رؤوس هم في دائرة واحدة والدائرة الثانية والدائرة الأولى مركز ومدينة قنا. أصدر قرار بنقل كفت إلى الدائرة الأولى وتظل مدينة قوس كما هي دائرة مستقلة، وأيضا بعض الأمور في الدائرة السابعة في محافظة القاهرة في محافظة القاهرة. الأمر الحقيقة ده مخالف للقانون، لأن القرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء قرار منعدم صدر من غير مختص، الذي يستطيع أن يعدل في القرار بقانون هو السيد رئيس الجمهورية، لأن هو الذي يتولى السلطة التشريعية في عدم وجود مجلس نواب. بالنسبة لهذا القرار، طبعا القرار الأول والحكم الأول والحكم الثاني، طبعا اللجنة العليا للانتخابات أحسنت صنعا الحقيقة وتفهمت الموقف سريعا وأعلنت أنها تنفذ أحكام القضاء، وبالتالي مدة 13 و14 و15 سبتمبر لاستلام الكشوف الطبية، واختارت من خلال اللجان الفرعية هذه النقاط. يا دكتور طارق، كيف تؤثر على سير العملية الانتخابية؟ هل من الممكن أن تؤدي إلى تأجيلها؟ لا، شوف يا أستاذ شادي حضرتك، أنا أتوقع، لأن كما علمت أن اللجنة العليا للانتخابات يعني هتعرض هذا الأمر وتحدد إذا كان هناك خلل اختلاف في المواعيد. أنت حضرتك بدل 12 سبتمبر هيبقى 15 سبتمبر، يبقى إذا الثلاث أيام دول هيزيدوا في المرحلة الأولى، يبقى لازم أنا أتوقع أن ممكن الاقتراع في المرحلة الأولى، أتوقع هذا اجتهادي الشخصي، أن ممكن يتم تأجيل الاقتراع في المرحلة الأولى بدل 17 و18 أكتوبر للمصريين في الخارج و18 و19 داخل الجمهورية، يتم تأجيل، يبقى مثلا ممكن يبقى 20 و21 وبعدين 21 و22 داخل الجمهورية. ده هيتأثر طبعا عشان المرحلة الثانية، عشان ما يبقاش في خلل بمدة الدعاية أو ما إلى ذلك. فأنا أتوقع أيضا، ده توقعي الشخصي برضو، إن المرحلة الثانية ممكن يتم تأجيل 3 أيام أيضا، يبقى هتترحل 3 أيام. هذا لن يربك المشهد السياسي بأي حال من الأحوال، لأن أنا أستاذ شادي وجدت فور صدور الحكمين بعض الذين يتمنون عدم عقد الانتخابات قالوا ان الانتخابات اتأجلت وان الانتخابات اتلغت، ووجدوا ضلتهم في هذين الحكمين، وهذين الحكمين اللجنة العليا للانتخابات تعاملت معهما بمصارحة ومكشفة وتنفيذ احكام القضاء. اشكرك دكتور طارق خضر، استاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. الجنيه المصري قد يكون على موعد جديد مع الانخفاض أمام العملة الأمريكية الدولار. وزير الاستثمار
المجموعة الاقتصادية تدرس بجدية تخفيض جديد في قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة؟ كثير من التساؤلات، هل ذلك يتم ضمن الإجراءات التحوطية اللي بيتخذها القائمين على السياسة النقدية؟ هل الجنيه المصري مسير أم مخير في هذه المرحلة؟ هل في مجال قولان إذا كان تخفض القيمة أو لا تخفض، أم أنه مسألة لا مفر منها؟ وزير الاستثمار في إضافة لما ورد على لسانه أكد أن آلية تخفيض الجنيه ترجع إلى صانعي السياسة النقدية والبنك المركزي، وأن هذه التداعيات السلبية لما تشهده أسواق مالية عالمية بالتأكيد بتفرض نفسها وتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري. معنا دكتور سعيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد. مساء الخير دكتور سعيد. دكتور سعيد عبد الخالق حضرتك سامعني يا دكتور؟ هنحاول نتواصل مع دكتور سعيد لاحقا ونواصل جولتنا. طيب، قالت الدكتورة رنا زيدان معاون وزير الصحة انه 8 مليار و600 الف جنيه من خطة الوزارة الاستثمارية مخصصة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، واضافت ان المستشفيات الخامسة اللي بيتم تطويرها ضمن مشروع المستشفيات النموذجية قارب على الانتهاء، واوضحت ان المرحلة الاولى من المشروع هتضم 36 مستشفى ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 شهور. قال ايضا الدكتور احمد السبكي معاون وزير الصحة للجودة والاعتماد انه هيتم اعتماد جودة 3 مستشفيات قريبا، هما المجمع الطبي بطنطا وسبورتينج في الإسكندرية ومستشفى جراحات اليوم الواحد في مدينة نصر. بالتأكيد ده في إطار الإجراءات اللي تتخذ لتطوير الكمي والكيفي للمؤسسات اللي بتقدم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين. نرجع للخبر المتعلق بتوقعات الخاصة بتخفيض في قيمة العملة المصرية أمام العملة الأمريكية، وبيتواصل معنا الدكتور سعيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد. مساء الخير يا دكتور سعيد. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. اهلا بك. كنا بنتساءل يعني هل الجنيه المصري في هذه المرحله مسير ام مخير فيما يتعلق بتخفيض قيمه عملته، وحضرتك بتقرا ده في سياق ايه؟ يعني هل فكره الاجراءات التحوطيه حتى لا تلقي الازمه الماليه العالميه بظلال اكبر على الاقتصاد المصري؟ انا في تصوري انه لا مبرر في الوقت الحالي لخفض قيمه الجنيه لسبب بسيط جدا. التدفقات النقديه بالنسبه للعملات الاجنبيه صحيح بتشهد انخفاض بالنسبه للاقتصاد المصري، ولكن دعونا ننظر في الصادرات المصرية. الصادرات المصرية للأسف الشديد في الفترة الأخيرة في 9 شهور الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا من حوالي 19.6 مليار جنيه إلى 16.9 مليار جنيه في 9 شهور الأولى من العام المالي 2014-2015. ده طبعا في الوقت اللي زادت فيه الواردات السلعية عشان تحقق 46.4 مليار دولار مقابل طبعا 43 مليار دولار. طيب دكتور سعيد، في أي سياق حضرتك بتقرأ تصريحات وزير الاستثمار أن تخفيض قيمة الجنيه ليست مسألة اختيارية في إشارة للأهمية العظمى لمواجهة التحديات الخارجية والاقتصاد المصري ليس بعيدا عن هذه الأزمة؟ في سياق أن خفض قيمة الجنيه معناه أن أنا بقلل قيمة صادراتي وبزود تكلفة وارداتي. معنى زيادة تكلفة الواردات، وأغلب الواردات عبارة عن الحبوب وفي مقدمتها القمح واللحوم والزيوت وكلها سلع أساسية وسلع غذائية، دي معناها زيادة تكلفة هذه المحاصيل ليس فقط أو هذه السلع ليس فقط في هذا، ولكن كثير من الصناعات المصرية بتستخدم مدخلات إنتاج وسلع وسيطة مستوردة من الخارج. يبقى معنى كده ان تكلفة الانتاج المحلية هترتفع. يبقى دعونا نتجه الى المشكلة الاساسية. المشكلة الاساسية بتاعة الاقتصاد المصري او الخاصة بالاقتصاد المصري هي مشكلة الصادرات. مشكلة الصادرات المصرية. لماذا تنخفض الصادرات المصرية؟ على الحكومة المصرية وعلى متخذ القرار ان يجيبوا على هذا السؤال. لماذا تنخفض صادراتنا؟ وما هي سياساتهم وآليات الحكومة لرفع قيمة الصادرات، لزيادة حصيلة الاقتصاد، لفتح أسواق جديدة؟ إذا كانت هناك أسواق
لا نستطيع دخولها فهناك أسواق جديدة. ماذا فعلوا؟ هذا هو السؤال الحقيقي، لأن خفض قيمة الجنيه كمان له انعكاس على فئات محدودة الدخل والفئات متوسطة الدخل، معناه ارتفاع تكلفة المعيشة، مزيد من الارتفاع لتكلفة المعيشة. لماذا لا أفكر؟ لماذا لا أفكر؟ السياحة مثال كمصدر من مصادر الأجنبي بسيط، من حوالي 3.5 مليار دولار إلى حوالي 5. هو الحقيقة الرقم اللي حضرتك تفضلت به بيعبر عن جانب مهم أيضا من جوانب هذه القضية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد. وإلى الوضع الإقليمي، تعزيزات عسكرية جديدة لدول التحالف بقيادة السعودية تم إرسالها إلى اليمن في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء. أكدت مصادر وصول قرابة 900 جندي قطري إلى محافظة مأرب شمال شرقي اليمن بصحبة 170 قطعة حربية ثقيلة، وقرابة 1000 جندي سعودي عبروا الحدود متوجهين إلى محافظة مأرب بمعدات عسكرية تضم دبابات وعربات مدرعة وكاسحات الغام. نتابع هذا التقرير. يبدو أن وتيرة الحرب في اليمن سوف تأخذ منعطفا جديدا بعد أن أعلنت مصادر محلية أن دولا خليجية لا سيما السعودية وقطر أرسلت آلاف الجنود الإضافيين المزودين بالأسلحة الثقيلة، وذلك لمحاربة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على أجزاء من البلاد. وهو الأمر الذي ينذر على ما يبدو بعملية برية هي الأولى ضد الحوثيين وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. ويعتبر هذا التحرك الأول عقب هجوم مأرب الذي استشهد فيه قرابة 90 جنديا من بينهم 45 جنديا إماراتيا وعشرة جنود سعوديين. وأعلنت مصادر عسكرية يمنية عن موافقة دول التحالف العربي على إرسال ألوية عسكرية برية للمشاركة في العمليات الدائرة ضد الحوثيين في المحافظات الشمالية والجنوبية الغربية. وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على حجم القوة البرية التي ستشارك في العمليات الميدانية في المحافظات التي ما زالت تحت سيطرة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والحوثيين. وذكرت مصادر عسكرية أن قطر أرسلت نحو 1000 من جنودها تدعمهم 200 عربة مدرعة و30 طائرة مروحية من طراز أباتشي أرسلوا إلى اليمن في أول إعلان عن مشاركة قطرية في حملة تقودها السعودية ضد الحوثيين. ميدانيا، واصل طيران التحالف العربي قصف مواقع الحوثيين في صنعاء، واستهدفت الغارات الجوية قاعدة الدليم الجوية وجبل النهدين ومعسكر السوادي ومعسكر الحفا جنوب شرق العاصمة. طيب يعني احنا خلصنا اخبارنا، ولكن يعني لم نخلق الى الان موضوع هذه الحلقة هي مصر والسعودية وتحديات الامن القومي العربي. كانت العلاقات المصرية السعودية منذ فترة موضع لجدل واسع في بعض وسائل الاعلام وفي اوساط ايضا بعض المراقبين والمحللين، كلها تتحدث عن خلافات مزعومة بين مصر والسعودية، وهناك دول وقوى وجهات محددة طبعا معروفة بتقف وراء هذا الحديث حول الخلافات المصرية السعودية المزعومة. هي تفعل ذلك بالطبع لأن لها مصلحة مباشرة في إحداث شرخ في العلاقات بين مصر والسعودية. بالفعل يا شادي، والحقيقة أن كان في مساعي أيضا جادة لتبديد المخاوف وتكذيب أي شيء ممكن يكون بيروج حول ما يمكن أن ينال من هذه العلاقات التاريخية، منها على سبيل المثال إعلان القاهرة العام الماضي، وليس فقط وضع حد لهذه الأقاويل وإنما وضع أسس لتطوير العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية أبعد وأوثق خلال زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا خلال حفل تخرج دفعات الكلية الحربية بحضور ولي العهد السعودي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر والسعودية هما جناحا الأمن القومي العربي وأنهما تتكتفان في مواجهة التحديات. هذا هو موضوع هذه الحلقة، العلاقات المصرية السعودية في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات كبيرة جدا. نتابع هذا الحوار ولكن بعد أن نذهب إلى موجز لأهم الأنباء.
مصر والسعودية بالتأكيد بيعاول على الدولتين بشكل كبير جدا لما تتمتع به من دور محوري وثقل إقليمي ودولي، استثمار مطلوب بالتأكيد لهذه العلاقات المشتركة بين الدولتين أنها ترقى لإيجاد آليات حقيقية لمواجهة ناجعة لتحديات الأمن القومي العربي. وبالتأكيد يعني تصح التوصيف ليهم بأنهم جناحي الأمن القومي العربي كما قال الرئيس السيسي من قبل. بالتأكيد أولويات مهمة جدا في جدول أعمال الدولتين في الفترة القريبة القادمة، ومن ضمن الدلالات المهمة أن ده في مقتل أي من الترويجات التي تود أن تنال من هذه العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين. معنا في هذه الوقفة الحوارية الدكتور أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بجدة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. ونوجه تحية كذلك الأستاذ زين السادات، رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي. أهلا. مساء الخير. وأبدأ كلامي معك دكتور أنور. يعني العلاقات المصرية السعودية هي علاقات راسخة مما لا شك فيه، ولكن يعني هناك من يحاول إحداث شرخ في هذه العلاقات، ويعني أقاويل عن وجود خلافات بين البلدين. يعني استمرت هذه المزاعم والأقاويل حتى بعد إعلان القاهرة في 30/7 الماضي وزيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة. ما هو واقع العلاقات المصرية السعودية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. الأمة العربية تعرضت لهزة كبيرة في هذه الفترة. مصر تعرضت لثورتين. مصر وصلت إلى حافة الحرب الأهلية في النهاية. فالمملكة العربية السعودية وجدت أنها إذا لم تدعم مصر فإن مصر قد تكون فيها مشاكل داخلية. ولهذا الملك عبد الله رحمه الله وقف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجوار الثورة المصرية حتى لا يكون هناك أي انفجار في الداخل. وبالفعل بدأت من تلك اللحظة عملية الاتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر على الهدف الاستراتيجي الأعلى. هذا الهدف الاستراتيجي الأعلى هو الأمن القومي العربي وحماية الأمن القومي العربي. فالثورة إذا لم يكن لها هدف استراتيجي يصبح كل واحد له أهدافه الخاصة. صحيح. فالآن صار في هناك هدف استراتيجي أعلى. هذا الهدف الاستراتيجي الأعلى سوف يكون هدفا لكل إنسان عربي. وبذلك ننقذ الأمة العربية من هذه التحديات التي تواجهها، سواء كانت من بعض الدول أو من بعض الجماعات أو من بعض الأفراد. فإذا اتفاق المملكة العربية السعودية ومصر الشقيقة هذا اتفاق مصيري لصالح الأمة. يعني هذه حالة يا وجود يا عدم. فلهذا لابد أن يكون هناك وجود وهناك تطوير. فلهذا المملكة العربية السعودية ألقت بثقلها وراء مصر. ولهذا ظهرت هذه الأقاويل عن وجود شرخ وما إلى ذلك. أيوة الأقاويل هذه الذين لا يريدون ذلك. لا يريدون للأمة العربية ولا للأمة الإسلامية أن تتطور أو تتقدم. نظروا إلى أهدافهم هم، نظروا إلى مصالحهم وأهوائهم، فلهذا يحاولون أن يوجدوا شرخا سواء كانت من دول محيطة أو من جماعات أو غير ذلك. فلهذا المملكة العربية السعودية مصرة على أن تضع يدها في يد مصر، وأيضا مصر مصرة على أن تضع يدها في يد المملكة العربية السعودية، ليس على سبيل التنافس وإنما على سبيل التعاون. والحقيقة دولتين استبقوا في الماضي سواء القريب أو البعيد بكثير من الإجراءات اللي ممكن بتعزز الثقة والكلام اللي حضرتك بتقوله. وفي قناعات يا أستاذ زين، قناعات مصرية ونقاط انطلاق أيضا لاستراتيجية مصر سواء تجاه السعودية أو تجاه الدول العربية والدول الخليجية بصفة عامة، أن الأمن المصري مرتبط ارتباط وثيق بالأمن القومي العربي وبأمن الخليج العربي، ومصر دول مجلس التعاون هي اللي يجب أن هي تقود الجهود الرامية لتحقيق هذا الأمن القومي العربي. يعني إزاي يبقى في رد عملي؟ يعني أن هو ده اللي بالتأكيد هيضرب في مقتل أي من المساعي اللي أشار إليها دكتور أمور. هو زي ما تشرفت وقلتي، يعني لو في استراتيجية
عربية موحدة لقوة الدفاع المشترك، ودي كانوا شغالين فيها وكانوا بيعملوها. حتى لو شفت حضرتك لما بدأوا قوة التحالف تشتغل كانوا اشتغلوا مع بعض، ويعني عملوا بعض المعارك وبعض الهجمات قبل ما يعملوا اي نوع من التوقيعات. صحيح. يعني ده دليل على قوه وحده العرب مع بعض، ودي المؤشرات الايجابيه اللي اتخذت ان هي طريقه غير تقليديه في التعاطي السابق، يعني اللي خرجت بيه القمه العربيه الاخيره في شرم الشيخ كاخوات ضد عدو وضد ارهاب، ضد ناس عايزين يهدموا القوميه العربيه. صحيح. فاما عملوا هذا الوحده والتحالف دوت وبداوا يتصرفوا ويردوا على الناس ديت بقوه، كانت حاجة مشرفة للأمة العربية كلها، وده اللي خلى الغرب يبتدي ينظر للعرب نظرة تانية. لقى ان في توحد مع بعضهم، لقوا وقفوا مع بعض، مصر ودول الخليج كلها بقوا مع بعض، مصر بدأت تقف في ظهرهم، بترد مصر للخليج ما فعلوه مع مصر في أيام الثورتين. فده قلق كبير جدا في المنظومة الأمريكية. لما تيجي تنظر في يعني الأحداث هتلاقي أن أمريكا ما يعجبهاش الكلام ده. النهاردة الدور الأمريكي في العالم وفي الشرق الأوسط وفي الخليج ما يعجبهاش، ما ينفعش. هو النهاردة البطل، هو البطل اللي بيحرك الناس. بيحرك مين؟ بيحرك ناس تضرب في بعض. لما تيجي تشوف الدور الأمريكي في مع الإيران، الدور الأمريكي مع سوريا ومع العراق ومع اليمن، ومع تجد ان في حراك غير طبيعي، حاجه غير طبيعيه بتحدث علشان اللي حصل اليومين اللي فاتوا. النهارده الملك راح امريكا، يعني زياره جميله وزياره موفقه جدا، بس النهارده اتفاقات على اسلحه بارقام فلكيه، عشان هو ده السوق. هم النهارده بيبثوا الرعب في منطقه الخليج والشرق الاوسط عشان يبقى في سوق لبيع السلاح بتاع امريكا، لان النهارده الشرق الاوسط برضو متجه لروسيا، متجه للصين. فهم مش هينفع الكلام ده، مش هيرضي امريكا. امريكا عايزه عضلاتها تبقى زي ما هي. فجذبت السعوديه لان هي تاخد اسلحه من عندها علشان تقدر بفكر ايه بقى؟ ان هي عشان تحارب داعش. داعش دي فكره مين؟ ما هم المختلقين داعش. ما هي داعش دي داخله في العراق بفكر امريكاني، دخلت في سوريا بفكر امريكاني، دخلت في ليبيا بفكر امريكاني، وحطوا لنا الحوثيين في اليمن بفكر امريكاني وفكر ايراني. خد بالك، يعني لما هتيجي تشوف المنظومه كلها هتلاقي في حاجه مش طبيعيه بتحصل. ونفس الكلام كان بيتقال على القاعده قبل كده، يعني هي فكره كمان ان في همزه وصل بين التنظيمات الارهابيه دي كلها. احساسهم ان القاعده داعش هي اللي سحبت البصمه دلوقتي وما عادش ليها كيان، فراحوا مطلعين عفريت جديد اسمه داعش. طب داعش ده هنحاربه ازاي؟ يعني امريكا لازم تقف، يعني لازم ناخد منها سلاح، يبقى في سوق جديد، لان انت عارفه ان الاقتصاد الامريكاني كان حصل له ركود، فلازم يحصل نوع من الانتعاش، فيجيبوه عفريت في الشرق الاوسط، لان عايزين يتعبوا اقتصاد الخليج، اقتصاد الشرق الاوسط هيتعبوه ازاي؟ بحروب، تواجد حرب غير طبيعيه، افتعال حاجات ملهاش اي لازمه. هي دي مستمره من سنين طويله يا استاذ زين، وللاسف ان العرب دايما بيقعوا في نفس هذا المازق، مع ان كلنا عارفين ان هي لعبه اقتصاديه دواره. طيب دكتور انور، يعني المملكه الحقيقه بتتحرك في اكثر من اتجاه حاليا في سياساتها الخارجيه، هي تتحرك نحو روسيا للبحث عن مخرج للازمه السوريه، نحو الولايات المتحده الامريكيه التي زارها الملك سلمان وتحدث عن شراكة كبيرة مع الولايات المتحدة، أيضا التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية. كل هذا جعل الإعلام الغربي يسلط الضوء على سياسات المملكة الحالية. هناك مجلة تحدثت عما أسمته السعوديون الجدد في إشارة إلى دور سعودي صاعد في المنطقة، وسائل إعلام أخرى تحدثت عن اللحظة السعودية في الشرق الأوسط. يعني ما هو الدور أو محددات السياسة الخارجية السعودية في هذه المرحلة من وجهة نظرك؟ أولا احنا لازم نشوف النظريات الاستراتيجية التي تتحكم في السياسة الدولية. اللي ما يعرف النظريات الاستراتيجية من الصعب أن يحدد أو يعرف أو يتعرف على السياسة الدولية. أمريكا لها نظريات استراتيجية،
روسيا لها نظرية استراتيجية وأيضا لها أهداف استراتيجية، فهذه كلها لابد أن نعرفها لنعرف ماذا يدور. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اللي حصل تحولت قواعد اللعبة، كانت اللعبة أيديولوجية والصراع أيديولوجي، لكن بعد ذلك أصبح الصراع اقتصادي. صحيح. تقسم العالم إلى 3 كتل اقتصادية، كتلة أمريكية وكتلة أوروبية وكتلة آسيوية. هذه الـ3 الكتل بدأت طبعا أمريكا طلعت نظرية جديدة، من يسيطر على مركز الأرض يسيطر على الاقتصاد العالمي كله. أين هو مركز الأرض؟ الشرق الأوسط. فجاءت بنظرية الشرق الأوسط الكبير. الشرق الأوسط الكبير لما دخلت في مين؟ إيران وتركيا وإسرائيل وباكستان. باكستان الحياد. إيران استيقظت عندها أحلام الدولة الفارسية أيام داريوس الأول 500 سنة قبل الميلاد، وأرادت أن تنعش هذا. إيران تركيا وتريد أن تعيد المجد العثماني وتمد الأناضول إلى البحر العربي. إسرائيل عزلت نفسها، فكانت النتيجة إنه هذه الاضطرابات اللي صارت في من قبل إيران. أي. وأنا الحقيقة قلت للإيرانيين، السفير الإيراني اللي يجينا في الندوة، قلت له أنتم بتودوا نفسكم في داهية، أنتم بتنادوا بالفارسية حتنفصل عنكم قوميات عدة، أنتم بتزعزعوا الاستقرار في الشرق الأوسط، 70% من شعبكم صار تحت خط الفقر، فأنتم بتودوا نفسكم بداهية. قال لي الكلام ده أبغاك تقوله للمسؤولين في إيران. سوى لي دعوة ورحت وكلمت الكلام ده لوزارة الخارجية الإيرانية. لكن هل إيران غيرت سياستها؟ إلى الآن ما بدأ أي شيء في هذا التغيير. هنا نجي النقطة الثانية، المملكة العربية السعودية إيش سياستها؟ سياسة المملكة العربية السعودية قائمة على 3 حاجات: لا تسمح لصديق أو عدو يتدخل في شؤونها الدينية، لا تسمح لصديق أو عدو يتدخل في شؤونها الأمنية، لا تسمح لأي صديق أو عدو يتدخل في شؤونها السيادية، ما عدا ذلك المصالح المشتركة والمعاملة بالمثل. المملكة العربية السعودية انتقلت بعدة مراحل، 3 مراحل. المرحلة الأولى في مرحلة الملك عبد العزيز إلى الملك خالد، هذه تسمى مرحلة التأسيس. صحيح. جاء الملك فهد عمل بدأ في مرحلة التمكين، وجعل بدل الانتماء إلى القائد الانتماء إلى السيستم وساوى نظام الحكم. احنا حاليا بنعيش أي مرحلة؟ احنا الآن لما جاء الملك سلمان انتقلنا إلى مرحلة الانطلاق. ولهذا بدأت عاصفة الحزم في أوائل أيام الملك سلمان. خلاص أصبحنا لا يمكن أن نكون حجار في رقعة الشطرنج. إحنا لازم نبحث عن مصالحنا ونثبت مصالحنا. بالتأكيد مرحلة الانطلاق حيوية جدا. أستاذ زين، الانطلاق مطلوب أن يكون بوتيرة متسارعة في المرحلة دي، لأن التحديات الأمنية متعاظمة، التنظيمات الإرهابية، داعش كان في البداية التمدد قاصر على حدود لنقل في العراق وسوريا، ابتدى يمتد خارج حدوده ليبيا وغيرها ربما من الدول المرشحة أن يكون في نشاط إرهابي لهذا التنظيم، وده بيخلي التطلعات تبقى أكبر فيما يتعلق بالدور اللي بتلعبه مصر والسعودية في الفترة القادمة. اكتساس التنظيمات الإرهابية من جذورها وتكفيف منابع التمويل، ايه الآليات اللي ممكن توصلنا للقضاء على الأسباب اللي أوصلت التنظيمات الإرهابية لما هي عليه الآن؟ اسمح لي نرجئ الإجابة لحين متابعة هذا الفاصل بيوضح التمدد الداعشي في أكثر من موقع وشأن عربي.
نستند لأرض الواقع وإحنا بنتكلم. بالتأكيد الأوضاع المتداعية، التمويلات للتنظيمات الإرهابية بصفة عامة بتجعل مسألة المواجهة أكثر صعوبة. إيه الأدوات، إيه الملامح اللي كانت غائبة في طرق المواجهة في السابق المفروض تكون حاضرة بقوة في هذه المرحلة؟ ده كان موطن تساؤلنا هذه المرة الأستاذ زين السادات. تفضل يا أستاذ زين. زي ما حضرتك تشرفت وقلتي، إحنا لما تيجي تشوفي حركة وحدة الصف المصري والعربي اللي احنا انشأناها منذ 3 سنوات، لو احنا اشتغلنا على هذا المنطوق لهذا الاسم وحدة الصف، لو في الوحدة العربية حصل نوع من الاتحاد الشرق كلها، وضع استراتيجية قوية قومية بيننا وبين بعض بان احنا ننفذ كل ما هو خطر على الوطن العربي كله، الأمة العربية والشرق الأوسط، تأكدي حضرتك ان احنا هنوصل لحل جذري، لان ده موضوع حاجة متفصلة للشرق الأوسط، مش حاجة لها جذور. داعش دي ملهاش جذور، دي ناس متنقاة من العالم كله، مرتزقة وعالم ملهاش وصول ولا لها أي حاجة. فالناس دي لو حصل نوع من الاتحاد واستراتيجية عربية قوية حقيقية، استراتيجية عربية قوية حقيقية، لازم الكل يقف وقفة واحدة ويقف وقفة رجل واحد، نتحد كلنا في ان احنا ازاي نقضي على هذا العفريت اللي اسمه داعش اولا، ونبتدي نتعامل. لكن بقدر الخطورة المتمثلة في داعش، الى ان الارهاب لا يختصر في داعش فقط. اسمح لي نكمل حديثنا بعد المداخلة الهاتفية. معنا اللواء علاء عز الدين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقة. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء النور بحضرتك استاذ المشاهدين واستاذ ضيوفك. اهلا بحضرتك. يعني بنتحدث في هذا الحوار عن العلاقات المصريه السعوديه ومدى اهميه هذه العلاقات الحقيقه في الوقت الراهن، نظرا لما تمر به المنطقه من ازمات كبيره جدا وحروب اهليه وتنظيمات ارهابيه تستشري في الشرق الاوسط. من هنا تاتي اهميه العلاقات المصريه السعوديه لضبط الايقاع ومحاوله لاعاده الامن القومي العربي الى نصابه مره اخرى. الحقيقة ان الوطن العربي عندما يمر بأزمات في لحظات تفكك يزداد تراجع الامن القومي العربي، وبتفشل كل دولة منفردة في الحفاظ على امنها. اما في حالات التماسك والتوحد بين الدول العربية بتكون النتائج الحقيقة مبهرة، وعندنا مثل واضح لده، حرب 73 اللي اجتمع فيها العرب وانتهجوا نهج واحد، كانت النتيجة الحمد لله بفضل من ربنا ان العرب انتصروا في حرب 73. انا مش بقول المصريين، لكن بقول العرب انتصروا في حرب 73. الان المنطقة تمر بحالة من السيولة الامنية، هناك تهديدات كثيرة. الحقيقة الارهاب ليس هو التهديد الاول، مع الاحترام لهذه الاراء، ولكنه آلية استعمارية لزعزعة الاستقرار في الوطن العربي. يعني بيستخدم من قبل أطراف خارجية، لا يستطيع أحد إقناعنا أن مجموعة من المجرمين أيا كان عددهم يتوفر لهم القدرة على بيع البترول والقدرة على تلقي الأسلحة. البترول اللي بيتباع من داعش أو من خلافه من الجماعات الإرهابية، أنا مش ببيع، عفوا في اللفظ، مش ببيع باكو بسكوت، ده سفينة بتيجي تحمل، السفينة دي تبع مين؟ والأسلحة اللي بتيجي بتيجي إزاي؟ يعني هذا يؤكد لنا أن هناك جهات أو دول بمعنى أصح وراء هذه التنظيمات تستخدمها كذراع لها لزعزعة الاستقرار في الوطن العربي. مصر من زمان ليها دور ريادي في المنطقة العربية، خاصة في الستينيات. تراجع هذا الدور لأسباب عديدة مش محلها دلوقتي، ولكن الآن مصر السعودية هما ركنان أساسيان في تفعيل الأمن القومي العربي. ولكن الحقيقة هي مش مسألة إن دولتين يقدروا يحموا أو يحافظوا على الأمن القومي العربي، لابد إن هذان الدولتان أولا رغم الخلاف في الرؤى بشأن المشكلة السورية، لابد من حل المشكلة السورية تماما في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على نظام حكم وطني. لا بشار ولا غيره، مش قصة بشار، لكن نظام حكم وطني ما نفاجأش بنوري الملكي السوري بيحكم سوريا وتتفكك سوريا وتنتهي سوريا. الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطا وثيقا بالدولة السورية وبالحفاظ عليها. لذلك لابد من إيجاد اتصال
يتجاوز ما حدث في المنطقة. إسرائيل زرعت في هذا المكان حتى تقطع الاتصال الجغرافي بين مصر والشام. لذلك لابد من طرح مبادرة أو تفعيل آليات أو في إطار نظام أمن إقليمي قومي لإيجاد علاقات جيدة بين مصر، السعودية، الأردن، سوريا، لنتغلب على نقطة تواجد إسرائيل. القصة بتاعت الإرهاب اللي الحمد لله مصر أثبتت نجاح في مكافحة الإرهاب، وأنها رغم الأخطار اللي موجودة على الجبهة الغربية أو على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، لكن أثبتت مصر قدرتها على مكافحة الإرهاب. ثم اشتركت في عاصفة الحزم اللي بتقودها السعودية، والحمد لله هتنجح في إعادة الشرعية لدولة اليمن، وتصبح هي النواة للبناء عليها في إطار تفعيل، إما تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، أو نركنها على جنب ونبتدي نبني على هذه القوى العربية المشتركة من دولتين أو ثلاثة أو عشرة زي ما يكون، ويبنى عليها في النهاية وصولا لنظام أمن إقليمي قومي. أشكرك على هذه المدخلة، اللواء علاء عز الدين رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا. أنور، لنقل أن لكل ملف خصوصياته، لكن بالتأكيد في قواسم مشتركة، فالعنوان الرئيسي الأبلغ هو مواجهة الإرهاب والأمن القومي العربي. إحنا مش بنتعامل فقط مع داعش، ما بنحاربش تنظيم إرهابي واحد، قاعدة، النصرة، تنظيم الإخوان وغيرها في النهاية، ومعروفة الأهداف يعني الموجودة. لكن هو السؤال الأحرى إن إحنا نوجهه، إيه الآليات اللي ممكن نتوجه بها؟ إيه المستجدات اللي المفروض تكون موجودة؟ الدفاع العربي المشترك، السوق العربية المشتركة، يعني اللي تبقى حتى هذه المرحلة حلم بعيد المنال. يعني هو إحنا بنربط الحقيقة بالاقتصاد، وأنا أفتكر إن هما في النهاية وجهان لعملة واحدة، أو يمكن ثلاث وجوه، يعني الاقتصاد والسياسة والأمن. يعني كيف يمكن لهذه القناعات تفعل على أرض الواقع وتشكل منظومة عربية جديدة كفيلة بأن هي فعلا تقضي على الإرهاب من جذوره؟ هو الحقيقة بالنسبة للإرهاب، لا يمكن للإرهاب أن يوجد إلا في غياب حاجتين: الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية. الثاني، لا يمكن للإرهاب أن يجد ملاذا آمنا له إلا إذا كان هناك خلخلة في النظام، فساد في النظام. نجد أن داعش تمددت في العراق، لأن العراق أقصد نصف الشعب العراقي، وكانت النتيجة أنه وجد الحاضنة المناسبة في العراق فتمدد بسرعة. نجي النقطة الثانية، في سوريا الحرب والمشاكل هذه أوجدت ملاذا آمنا للإرهاب، فثبت أقدامه في سوريا. طيب ليش الإرهاب ما وجد في طبعا في الأردن؟ الأردن ما فيها هذه الحاجة، النظام متماسك، هناك وحدة وطنية، هناك عدالة اجتماعية إلى حد ما هذه، فطبعا ما وجد الإرهاب هناك، برغم أن الأردن ضعيفة، ما هي بنفس مستوى قوة سوريا والعراق. فإذا من هنا بدأت نظرية المملكة العربية السعودية، يجب قبل أن نحارب داعش يجب أن لا أن نحرمها من الملاذ الآمن ومن الحاضنة. العراق لابد أن تحاسب نفسها، تقضي على الفساد، تعود إلى الأسلوب الأفضل وهو عدم إقصاء الآخرين. هناك مظاهرات الآن في العراق أو في الآونة الأخيرة تطالب بهذا، بالقضاء على الفساد، والحكومة لا تفرق بين طائفة وأخرى، يعني هناك حراك في هذه النقطة. فإذا وجد هذا، طبعا تحققت العملية دي وبدأت وقضي على الفساد والهدى، فإن داعش تلقائيا سوف تنتهي من العراق. وكذلك الحال في سوريا. كانت الخلاف أو بين المملكة العربية السعودية بين الولايات المتحدة الأمريكية، أولا ضرب داعش، وحتى روسيا كانت تقول أول ضرب داعش، لكن روسيا اقتنعت في الأخير، وخاصة بعد الاجتماع الثلاثي في قطر بين وزراء الخارجية. فإذا وداعش أيضا لا يمكن أن يقضى عليها فقط بالأمن والسلاح، لابد أيضا بالفكر.
لابد أن يكون هناك أمن فكري حتى لا تتمدد داعش في أفكارنا وأفكار أبنائنا. أستاذ زين، يعني هو نقطتنا الرئيسية طبعا في هذا الحوار هي العلاقات المصرية السعودية. الحقيقة أن هناك محاور في منطقة الشرق الأوسط أصبحت هامة للغاية لما نيجي نتكلم على بلد زي تركيا أو بلد زي إيران، ليهم أطماع في منطقة الشرق الأوسط، يريدون بسط نفوذ ما كما قال دكتور أنور قبل ذلك، ومن هنا بتأتي أهمية الدور المصري السعودي أن يكون هناك قطب عربي أمام كل هذه الأقطاب الإقليمية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. كيف يمكن أن يتحقق هذا مع كل هذه الأزمات اللي بيمر بيها العالم العربي؟ موعدك النهاردة السؤال بيطرح نفسه، لما تيجي تفكر العراق، من الذي أفسد وجعل الفساد في العراق وفي شعب العراق؟ شعب العراق؟ لا، مش شعب العراق، الجبهة الإيرانية، الناحية الإيرانية ديت هي اللي حطت هذه البذور، شجعت على وجود خلافات طائفية بين الناس وبعضها فحصلت الخلافات. ده زريعة، حاجة مزروعة لعمل نوع من التفكك الوطني داخل العراق ونجحوا في ذلك. تيجي في سوريا نفس المشكلة، هم بيدعموا النظام في سوريا ضد الشعب، فحصل نوع من برضو الفساد ومفسدة جوه البلد. فإيران بتلعب دور قوي جدا في خلخلة الوضع. ليه؟ هم عندهم حلم بتاع ان هم الفرس والشغل بتاع زمان ده، فاهمين ان هو ممكن يرجع تاني. الكلام ده هم مش قادرين يفهموا انه مش هيحصل تاني. الناس تيقنت لما يحدث حولها في العالم كله. مصر صحيح ما تقوله، ولكن ما زالت ايران تمسك بمفاتيح ما، يعني فيما يتعلق باليمن، فيما يتعلق بسوريا، فيما يتعلق بالعراق. عشان كده كان سؤالي أهمية الدور المصري السعودي في هذا لكبح جماح الأطماع الإيرانية. أنا جاي لحضرتك. هي النهاردة لما بنكمل حديثنا عن إيران، إن هي لعبت الدور في العراق ولعبت الدور في سوريا ولعبت الدور في اليمن. النهاردة الحسين، إيه الحسين دول؟ هل يعقل إن علي صالح يتفق مع الحسين؟ يعني حاجة غريبة جدا ان انت بتوجد شيء ونقيضه مع بعضيه، وهم اللي بيعملوا خلخلة في اليمن وبيخربوا في اليمن وبيخربوا في النظام اليمني. ولازم القرار بتاع مجلس الامن اللي هو 22/16 لازم يتنفذ، ما ينفعش ان احنا نسيب الدنيا كده تضرب تقلب ونسيبها. السعودية من حقها الدفاع عن حدودها وحدود الخليج، كل ما تفعله لا حق فيه. وبداية السعودية انها تنزل قوات وتنزل، خلاص هي شافت ان الموضوع اصبح ما ينفعش ان احنا نعتمد على غيرنا. لا، هي بتعتمد على نفسها اولا وعلى اشقائها من الوطن العربي. مصر لازم تقف بدورها مع السعودية ومع الخليج ككل، ان احنا كلنا في مركب واحد وكلنا لازم نحارب ما يحدث حولنا في المنطقة العربية عشان استقرارنا. الامن هو اللي يجد اقتصاد قوي وسياسة قوية وملاذ للناس تعيش في استقرار وامن. لازم يكون في امن. الامن ده مش هيجي الا بالوحدة، بقوة العرب مع بعضهم، بوضع استراتيجية قوية وتنفيذها على ارض الواقع بدون اي نوع من الخلل. هنقدر ان احنا نواجه الكلام ده كله وهنقدر ان احنا نحاربه. والحمد لله قادتنا وقادة السعودية بوعي كامل قوي وفاهمين كويس قوي قوي قوي، وعارفين الدور اللي بتلعبه أمريكا مع إيران مع تركيا، الحراك التركي. فانت تلاحظ هي بقى المشكلة في الجزئية دي. الحقيقة أستاذ زين، اسمح لي أتحول لدكتور أنور. محور الشر إذا صح توصيفه، يعني فكرة الدول اللي بتدعم الإرهاب، احنا مش بنتكلم بس عن تمويل مادي، الأخطر إن هناك دول بعينها بكل ما تحمله من مقدرات بتدعم هذا الإرهاب. لو هناخد مصر على سبيل المثال، خرج إلى النور قانون مكافحة الإرهاب، وفي تطلعات وفي أصوات أيضا تطالب أنه يعمم ذلك في دول أخرى ربما لا تفعل هذا القانون، وأن الموضوع يرقى إلى معاقبة الدول وليس مجرد الأفراد والمؤسسات اللي بتدعم الإرهاب ده. يعني هل ممكن ده يحصل؟ وفي حال المسألة ليست قائمة، يعني هل ممكن يبقى في توجه آخر أنه تعاقب هذه الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية، أم نعود إلى المشكلة الأكبر وهي أن توازنات القوى هي اللي بتفرض نفسها؟ أمريكا تعمل فيتو ويبتدي يبقى في مصالح، الأمر تحكم المصالح أكثر من أن ده خطر مشترك لا يواجه فقط المنطقة العربية وإنما العالم بأسره.
الحقيقة هنا أنت تكلمت عن محور الشرق. هو سؤال معقد الحقيقة. لا أنت تكلمت عن محور الشرق. أمريكا فيها حزبين لدينا كما هو معروف. ديمقراطي وجمهوري. الحزب الديمقراطي عنده مبدأ وضعه كلينتون اللي هو الاحتواء المزدوج. احتواء إيران واحتواء العراق. الحزب الجمهوري لا جعلهم محور شر. فلا بد من ضربهم ولا بد من القضاء عليه. فالآن أوباما ديمقراطي فيبغى بقدر الإمكان يحتوي إيران. إيران ما في مشكلة بينه وبينها، لكن المشكلة في الحكم، في نظام الحكم، الرجيم، النظام هو السيء، لأنه يبغى يعادي العرب. واللي احنا نتمنى إنه إيران الشعب الإيراني طيب، ممكن احنا نتفق معاه ونتفاهم معاه، لكن يجب أن لا يكون هذا النظام الذي له مطامع وأحلام لا يمكن أن تتحقق، وإنما سوف تفتت الأمة. فالولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطيين يبغوا يحتووا إيران. طيب كيف احتووها؟ قاموا بعدة عمليات، طبعا فرض العقوبات الاقتصادية، والثاني هو توجيه الإعلام الأمريكي على طبعا إيران. الإعلام الأمريكي على إيران ما عملوا ولا حاجة غير بروهم الحياة الأمريكية كيف. رحت إيران التقيت النيو جينيريشن ده كله يحب أمريكا. يلبسوا الجينز، يسمعوا شعورهم، يحطوا السماعات يسمعوا أغاني الراب والجاز، ويبغوا الحياة الأمريكية. فمن هنا قامت الثورة الخضراء. حاولت تدعم الولايات المتحدة الأمريكية، ضربوها بقوة في إيران. فالآن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق لم تكشف عن أسرار التنازلات اللي قدمتها لإيران. التنازلات اللي قدمتها لإيران هي لدعم روحاني. لأن روحاني محسوب على المعتدلين. مين المعتدلين؟ رسم رفسنجاني. رفسنجاني ضد ولاية الفقيه. وضد هذا النظام، وضد يعني هذه الأعمال التي يقوم بها النظام. فلهذا أمريكا أدت هذا الكريدت لجماعة روحاني. فقاموا فرحوا وقالوا احنا انتصرنا ومش عارف ايش، وجيشوا الشعب. وقع الخامني في ظرف صعب. فلهذا بدأ التردد في كلامه، مرة يقول نرفض الاتفاق، مرة يقول نبغى الاتفاق. أما طبعا الحرس الجمهوري بقي ساكت، ما هو عارف يتصرف، خايفين يصير انفجار شعبي. هو مين اللي جاب الخميني؟ إلا ناصر الخميني. إلا ناصر الخميني أساسا في الداخل، ما أتكلم عن الخارج، لكن اللي ناصره في الداخل هم البازار. البازار الآن ضده. الآن خامني عنده لا يقل عن 7 مليار برا باسم ولده. الشعب بدأ هذا. أنا لما رحت إيران وجدت إنه ما يحترم الملالي. أجلس في بهو الفندق، يدخل الواحد من هذولا المعممين يلفتوا أوجيهم عنهم الناس. ما عادوا يبغوهم. فإذا أمريكا أثرت في هذا الجانب. ولكنها لم تنجح يعني في زعزعة النظام بشكل حقيقي. ولهذا الجمهوريين لا يريدون ذلك، يريدون ضربة قوية على إيران لإعادتها للخلف مدة طويلة. طيب أستاذ زين، يعني اتكلمنا عن ملفات بعينها بتجمع مصر والسعودية، ولكن أيضا الملفات كثيرة ومتعددة، ليست فقط إيران أو العراق، يعني ممكن نتكلم أيضا عن ما يحدث في سوريا. قيل كثيرا أن هناك أيضا يعني تباين في وجهات النظر بين الرؤية السعودية والرؤية المصرية فيما يتعلق بالوضع في سوريا، ولكن حقيقة الأمر أنه اختلاف يمكن في الأسلوب وليس في الهدف النهائي، لأن الهدف النهائي هو بقاء الدولة السورية وبقاء وحدة وأراضي سوريا والحفاظ على مقدرات السوريين. فبالتأكيد يعني مصر والسعودية تريدان الخير في النهاية إلى سوريا، وليس هناك هذا الاختلاف الجوهري الجذري الذي يتحدث عنه البعض. زي ما حضرتك بتقول كده، هو في وجهة نظر سعودية بالنسبة لسوريا، في وجهة نظر مصرية بالنسبة لسوريا. ممكن يكون في اختلاف بسيط في وجهات النظر، لكن الاثنين عاوزين الشعب السوري
يعيش في امن وامان واستقرار. يعني في الهدف في الاخر ان الاثنين بيدوروا على راحة الشعب السوري، على ازاي الشعب السوري يعيش في امن وامان واستقرار، علشان كمية الناس اللي ماتت وكمية الناس النازحين وكمية عدم الاستقرار اللي احنا شايفينه في سوريا طبعا حاجة مهولة. لكن انا شايف ان في خطوات ايجابية بتحدث الان في سوريا، وان في نوع من التهدئة وفي نوع من لم الشمل بيحدث داخليا. ده يرجعنا حضرتك لفكرة اللي انا كنت بقولها، وحدة الصف. النهاردة لو احنا فكرنا في وحدة الصف زي ما احنا انشأنا هذه حركة وحدة الصف المصري والعربي على مستوى الدول العربية كلها، بنعمل على مستوى الدول العربية، لازم هناك يكون في ظهير شعبي، دبلوماسية شعبية، الوحدة الشعبية، التوعية الشعبية، لان الشعب هو القوة الحقيقية لأي حكومة. لكن في بعض تفاصيل في عنوان وحدة الصف اللي حضرتك تفضلت بيه يا استاذ زين، ويعني اسمح لي كمان اشرك معانا الدكتور انور. احنا قلنا ان السياسة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة، لكن طبيعي. في نفس الوقت في اتجاه ملموس في الفترة الأخيرة ان الاختلاف في الرؤى السياسية لا يفسد للود الاقتصادي قضية. طبيعي. ان ممكن يبقى في فعلا تباين في وجهات النظر تجاه ملفات معينة، لكن في نفس الوقت ده مش معناه ان الخلاف يسحب على مواطن التعاون الثنائي الأخرى. وما يحسب للعلاقات المصرية السعودية إن ربما لا يحكمها ذلك، يعني في طبعا عمر ما بيكون في اتفاق بنسبة 100%، لكن بشكل كبير جدا في توافق في الرؤى تجاه غالبية قضايا المنطقة. أخذ رأي حضرتك ورأي دكتور عمر تعقيب. يعني الهدف بتقولي ده امر طبيعي؟ لا انا اقصد التناقض، يعني احنا بنتكلم وجهين لعمله واحده، لكن في اوقات معينه ما بيكونش وجهين لعمله واحده، لان لو كان وجهين لعمله واحده بنسبه 100% ما يبقاش في مسار عكسي في بعض الاحيان، ان لو في عدم اتفاق سياسي يكون في اتفاق اقتصادي. لا مش بشرط لازم يكون في اتفاق على طول الخط. ما ينفعش، ما فيش حاجه هتفضل على طول الخط فيها اتفاق، لازم يبقى في اختلاف وجهات نظر، لازم يبقى في فكر وفكر الاخر. لكن مش هينفع ان انا ابقى انا اللي بفكر بس وانا اللي بنفذ بس والتاني ماشي ورايا، لا مش هينفع. لكن احنا بيبقى في نوع من التبادل الافكار، تبادل المصالح ما بين الدول العربيه، وجهات نظر بتؤدي الى استقرار الدوله دي او الدوله الاخرى، ده كله بيبقى في المنظومه بتاعه القوى العربيه المشتركه كلها. وزي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي، تفعيل السوق العربية المشترك ده من اهم الحاجات اللي احنا عمالين بنلهس عليها، بنحاول عليها، احنا بنحاول عليها كوحدة الصف، ان احنا عايزين نطبقها وننفذها. بس يعني هتتنفذ بعد شوية استقرار لما يحصل ما بين في الدول العربية. يعني السعودية كتر خيرها النهارده هي بتشتغل على الجبهة اللي هي ناحية اليمن ديت، طبعا ناس يعني لازم يدافعوا عن الجبهة، طبعا لازم بيقودوا التحالف وعاملين شغل عالي جدا. وطبعا احنا بنعزي اهالينا في الامارات وفي السعوديه وفي البحرين من اللي توفاهم الله، لكن دي ضريبه، دي ضريبه الدول كلها بتدفعها، مصر مات منها الوفات الالوفات في الدفاع عن الارهاب والدفاع هو ده عن الوطن والامن القومي. فالنهارده من حق السعوديه انها تدافع عنها، من حق الدول العربيه كلها انها تتحد وتحط استراتيجيه لانهاء هذا الارهاب وهذا الـ يعني زي ما نقول ايه، دي رغبه مشتركه طبعا. اسمح لي قبل ما يتوه السؤال اخذ تعقيب من دكتور انور لفكره التلازم او الانفصال في بعض الاحيان بين السياسه. في واحد فيلسوف اسمه هيجل جاب الصراع الديالكتيكي، اسمه حضرتك هيجل، هيجل مش هيجل، لا مو هيجل. هيجل ماشي. فهذا جاب الصراع الديالكتيكي. الصراع الديالكتيكي تجي فكره من هنا مضاده للفكره دي، لكن لما يتحاوروا بيطلعوا فكره افضل. جميل. فمصر طبعا خلينا نشوف، ننظر مساله سوريا. لو مات الاسد تنفجر حرب ما لا نهايه لها، هذه وجهة نظر مصر. إذا لازم نحافظ يقولوا على بشار الأسد ألين ينتقل. وأنا حضرت مرة مؤتمر استراتيجي تعد الولايات المتحدة الأمريكية وقلت لهم إياكم تسقط النظام في سوريا عشان تغيروا البعث كما سويتوه في العراق، لأنكم حتوجدوا مصايب زي اللي صارت في العراق. غيروا النظام بالدكتاتور نفسه، خلي هو يحقق الديمقراطية، الدكتاتور نفسه أفرضوا عليه. طبعا اللي حصل الآن بالنسبة لهذا، المملكة العربية السعودية تقول لا،
احنا لازم نناصر مين؟ طبعا الجماعة دول اللي هم المعارضة اللي يمثلوا الشعب. المعارضة ضعيفة ومفكك، لكن بنحاول لازم نقويها ونخليها هي. الاثنين وجهة نظرهم صحيحة، لكن أنا أؤيد وجهة نظر مصر، لكن في حاجة واحدة وتوصلوا لها في الأخير، إنه بدل ما إحنا نحافظ على بشار نحافظ على هياكل النظام، لأنه هياكل النظام هي المسؤولة. العراق انهارت لأنه فككوا هياكل النظام الأمريكان لما هجموا على العراق، فإذا هياكل النظام تبقى حتى لو كانت فاسدة، لكن تطعم ببقية طبعا العناصر السلمي يعني للأمور. أيوه. في سوريا فالحقيقة حتى روسيا الآن وافقت معها، صارت روسيا ومصر وأمريكا متفقين على هذا الجانب، والسعودية متفقين على هذا الجانب، إنه وهو لكن تحت إطار جنيف واحد. وهذا ما سيحدث، وهذا ما تم الاتفاق عليه. والآن برضو الملك عبد الله، الملك سلمان حين اجتمع بهذا بأوباما أيضا اتفقوا على هذه النقطة، وكان فيه تقريبا النقطة الرابعة في الفقرات اللي جات. والملك سلمان إذا زار مصر سيشرح للقيادة في مصر كل ذلك، ويتم التفاهم بشكل كامل في هذه القضية. أستاذ دنيا، لما نيجي نتكلم عن الأمن القومي العربي دائما ما نتحدث عن دول بعينها، طبعا مصر والسعودية على رأس هذه الدول، ولكن أيضا يعني الأمن القومي العربي مرتبط بدول أخرى ما زالت مستقرة وتتمتع بقوة أيضا، مثل الجزائر على سبيل المثال. يعني هناك من يرى أن الجزائر ومصر والسعودية من الممكن أن تشكلان قوة دافعة ل يعني التغلب على كل الصعاب والمشاكل والحروب الأهلية الموجودة في عالمنا العربي حاليا. يعني لماذا أيضا لا نتجه بشكل أكثر قوة للتعاون مع المغرب العربي بشكل عام؟ أنا أعتقد أن الفترة القادمة دي هو إحنا في احتياج لأن إحنا نتعاون مع المغرب العربي بالذات في موضوع ليبيا، علشان يساندوا مع مصر في حتة إنهاء داعش من ليبيا، عشان تستقر الشعب الليبي ويعيش في استقرار وفي أمن وسلام. أنا أعتقد أن الفترة القادمة دي هي محتاجة دبلوماسية ومحتاجة زيارات للتعاون الدول العربية، لكن السعودية والخليج بعاد شوية عن أن هم يتعاونوا معنا. وبعدين هم عندهم مشاكلهم، لازم برضو يبقى متفقين أن السعودية والخليج عندهم مشاكل مع في ناحية اليمن، فلازم يعني ينتبهوا للمنطقة دي. فإحنا بدورنا، وده من الحاجات اللي هي لبخة مصر، يعني خد بال حضرتك، يعني احنا عين مع السعودية وعين مع ليبيا وعين مع سوريا، يعني احنا يعني من مصر منهكة من كتر ان هي بتفكر في هنا وبتساعد، وتفكر هنا وبتساعد، وبتفكر هنا وبتساعد، وجوه مصر اساسا بتفكر وبتساعد، يعني او بتحاول تحل. فانت لما تيجي تشوف مصر بتتقطع من كل ناحية، لكن قوية ومستقرة وصلبة، وهتفضل صلبة طول عمرها، لان مصر هي مصر غصب عن اي حد. فعايز اقول لحضرتك فعلا مصر بتعمل دورها بمنتهى القوة وبمنتهى الأمن والأمان لجميع الدول العربية، بس لازم التعاون يكون تعاون بإخلاص. يعني لازم لما نيجي نتعاون مع بعض ونيجي نحط استراتيجيات مع بعض تتنفذ بإخلاص ما بيننا وبين الدول العربية، علشان في الناتج النهائي يبقى فيه وضع هادئ صدق وآمن واستقرار وصرف الإنجاز ده اللي لازم تكون في تداعيات بالشكل اللي احنا لازم نشوفه دلوقتي موجود بيننا وبين أشقائنا في كل الدول العربية، سواء المغرب العربي أو سواء في الخليج العربي. لازم عشان نقضي على الكلام ده هياخد وقت، لكن لازم نتفق على ان احنا لازم نقضي عليه. بالاشاره دكتور انور لصولات وجولات التحالف العربي في اليمن والمخاطر اللي بتعرض لها والارواح اللي بتزهق، وبالتاكيد القياده المملكه العربيه السعوديه لهذه القوات اللي همها وشغلها الشاغل هو حمايه اليمن دوله وشعبا. في تعزيزات عسكريه لدول الخليج في اليمن، ما ينظر لي ان هو بيؤشر لحرب بريه هي الاولى ضد الحوثيين وانصار رئيس اليمن السابق في محافظه مأرب بمشاركة ألوية برية عربية. مدى واقعية التدخل بريا في اليمن في مثل هذا التوقيت؟ كانت في البداية من ضمن الخطة الاستراتيجية لإعادة الشرعية لليمن أن يكون من هذه الخطة أن تقوم اليمن بنفسها بتطهير البلد
وأن لا يكون هناك تدخل سعودي بري ولا تدخل خليجي بري. لكن في هذه الفترة استطاعت القوات اليمنية، طبعا ما كان كل القوات كانت مع علي عبد الله صالح، لكن السعودية دربت ناس يمنيين وساوت جيش يمني، واصبح الجيش اليمني يحارب الحوثيين، وايضا المنظمات الشعبيه ايضا معها، اللجان الشعبيه تحارب معها، حتى طهرت اكثر من 3/4 اليمن منه. ما بقي الا صنعاء والشمال اللي هو بما فيها صعدة وما صعدة مو لحج عاشف، فهذه المدن اللي بقت. فطبعا الان صنعاء فيها صعوبه عمليه اقتحامها، صحيح، لان يكون فيها ضحايا كثير. لهذا فكرت دول التحالف انها ترسل قوات. هذه القوات اولا تقول للحوثيين لا تفكروا ان هذا التحالف سيتفكك، انتوا قتلتوا 45 من الامارات حيجيبوا لكم 1000، وانهم عازمين على دحركم. هذه نقطة. النقطة الثانية تجييش هذه القوة كلها يعطي مع نوع من الردع لهذه القوة، فتخشى أن تكون هذه طبعا تهزمهم وبعد كده ما يكون لهم سبيل. صحيح، في اعتبارات كثيرة فعلا. أكيد يعني طبعا لهذا الموضوع حديث طويل لا يتسع وقت البرنامج له، ولكن بالتأكيد هذه المتابعة هي مستمرة على مدار الساعة على شاشة النيل الأخبار، الحرب في اليمن وتحريرها من قبضة الحوثيين. الحقيقة أنه استفدنا كثيرا في هذا الحوار وعرفنا كثير عن علاقات الحقيقية الراسخة بين مصر والسعودية. أشكركم شكرا جزيلا دكتور أنور ماجد عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بجدة. ايضا اشكرك شكرا جزيلا استاذ زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي على هذا الحوار، ونراكم على خير باذن الله. شكرا لكم، ولقائي تجدد مع فريق عمل اخر في الغد وموضوعات اخرى في من القاهرة. تصبحون على خير.